السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. تعالوا بنا إلى قصة جديدة في هذه الحلقة، وهي قصة مشوقة جدا، لأنك إذا استمعت إلى بدايتها تحتاج بالفعل إلى أن تتعرف على نهايتها، ونهايتها بديعة جميلة بفضل من الله سبحانه وتعالى. أما القصة فهي قصة رجل من التابعين كان يدعى فروخ، وكان رجلا مجاهدا شجاعا في الحق سبحان الله القدير. تزوج امرأة عفيفة صالحة، وترك امرأته وهي حامل في ولده، ثم خرج إلى بلاد فارس يريد الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى في فتوحات فارس في ذلك الزمان. سبحان الله، الرجل قبل خروجه هذه المرة ترك بين يدي زوجته مبلغا كبيرا من المال كان قد غنمه من الحروب أو من المعارك التي قبلها، وقال لها حافظي على هذا المال حتى أعود. خرج الرجل، طالت غيبته، مر عام، عامان، 5 أعوام، 10 أعوام، المرأة تنتظر، وليدها قد ولد، سمته ربيعة، الولد يكبر أمام عينها كل يوم حتى وصل إلى سن معينة. المرأة تفكر ماذا ستصنع، هل سيعود زوجها أم لا، هل قتل أم لا يزال على قيد الحياة، كيف ستربي هذا الولد منذ الصغر، تريد أن تنشئه نشأة الإيمان والحق والإسلام، تريد أن تعلمه العلم النافع لكي ينفع الله تبارك وتعالى به البلاد والعباد، تريد أشياء جميلة جدا تحلم بها الأم الصالحة لأجل ولدها، والأب الصالح من أجل أولاده، وهكذا. راحت تفكر ماذا تصنع، فراحت تنفق على ولدها من المال الذي تركه زوجها. تنفق عليه في أي شيء؟ تنفق عليه في أن يتعلم العلم النافع. كان يجلس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يتلقى العلم على كبار التابعين والفقهاء والأئمة، حتى وصل هذا الولد المبارك وصل إلى عهد معين في عهد تابع التابعين، وكان يتعلم العلم النافع سبحان الله، حتى أصبح شابا معروفا بالعلم الغزير جدا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لقبه علماء المدينة بربيعة الرأي، اسمه هكذا، لقبه هكذا، ربيعة الرأي. كان العلماء الكبار والأئمة الأعلام إذا استعصت عليهم مسألة فقهية أو شرعية أو علمية يرجعون إلى ربيعة فيجدون عنده ما لم يجدوه عند غيره سبحان الله. مرت الأعوام حتى كانت السنة رقم 30 من غياب الرجل، وعاد فروخ مرة أخرى إلى المدينة. فلما وصل المدينة في الليل والناس نيام ومعالم المدينة تغيرت شيئا ما، راح يسأل ويستدل على بيته القديم حتى دل عليه. فلما وصل البيت كان ربيعة في الليل قائما يصلي تارة ويدون العلم ويدارس العلم تارة أخرى، سمع صوتا في أسفل الدار، خرج فوجد رجلا غريبا، فنهره ربيعة وقال اتق الله يا عبد الله، كيف تقتحم على الناس بيوتهم في الليل؟ قال بيوتهم؟ هذا بيتي. قال كيف بيتك؟ استيقظت الأم، خرجت نظرت عرفت زوجها وعرفته بولده، وكان لقاء حميميا جدا، لقاء سبحان الله بعد هذه السنوات الطويلة. المرأة خلاص فقدت الأمل أن يعود زوجها، وظنته استشهد في سبيل الله. تعرف الوالد على الولد، وكانت ساعات بديعة وجميلة جدا. فلما أذن المؤذن لصلاة الفجر لم يجد ولده في الدار، قال أين ولدي؟ قالت هو هكذا، ربيعة هكذا، لا يؤذن الفجر وهو في الدار أبدا، لابد أن يسبق إلى المسجد قبل الأذان. قال أخرج إلى الصلاة ثم أعود إليك لنتدارس سويا ماذا صنعت في هذه السنوات. المرأة كانت تفكر يا ترى إذا سألها عن الأموال الغفيرة التي تركها بماذا سترد عليه، كيف ستجيب، وهل سيفرح أم سيحزن. خرج الرجل إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، بعد أن انتهى من الصلاة وجد الناس قد تراصوا وتزاحموا على شيخ ما يتفقهون منه ويسمعون منه العلم. جلس في مؤخرة الصفوف وبدأ يسأل من بجواره، من هذا الشيخ الذي لا أراه من هذه المسافة الذي ازدحم عليه الناس؟ قال يا رجل ألست من أهل المدينة؟
قال بلى أنا من أهلها ولكن غائب من سنوات. قال هذا يا أخي هذا ربيعة الرأي. قال ومن ربيعة الرأي؟ قال ربيعة الرأي ابن فروخ هذا المجاهد الكبير الذي خرج منذ 30 عاما ولم يرجع من يومها. قال وكيف وصل إلى؟ قال أمه التي ربته أنفقت عليه. قال سبحان الله. عاد فروخ دامع العينين من الفرح، فرح جدا، وعاد إلى زوجته وهي يعني تحاول أن تجد مبررا تتكلم معه تبدأ كيف الحوار، فهو لخص عليها الطريق وقال لها لا تحتاري في نفسك ولا تنزعجي أبدا ولا تظنين في أني سأقول لك أين المال، لقد رأيت ولدي كذا وكذا وكذا، بارك الله فيك. وقام إليها فقبل رأسها وشكر لها حسن صنيعها. نعم أحبتي في الله، المرأة العاقلة الأم العاقلة والأب الحكيم هو من يوجه أولاده إلى طريق العلم النافع. نعم إذا وجدت في ولدك حتى لو كان في سن صغيرة، إذا وجدت فيه مهارة معينة، ملكة معينة، ملكة الحفظ مثلا، ملكة الإقبال على شيء معين، حاول أن تنمي في هذا الشيء. لكن لا تنسى وأنت تنمي فيه حتى ملكات العلوم الدنيوية النافعة، لا تنشغل أبدا عن أن تنمي في ولدك أن يتعلم الدين ويتعلم القرآن ويتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هم للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيره الفوار، قادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأنصار، هم للطريق مشاعر الأنوار. فهذا هو أنفع العلوم. نعم هو أنفع العلوم، العلم النافع هو الدليل المنير في الظلماء، هو الأصل العاصم من الأهواء، هو الأنيس في الوحدة، هو الصاحب في الغربة، هو المحدث في الخلوة. العلم النافع يا عباد الله هو زاد العقول من الجهل، هو حياة القلوب من الموت، هو قوة الأبدان من الضعف. بالعلم النافع به يعرف الله عز وجل ويعبد ويوحد ويمجد، لا يمنحه الله عز وجل إلا للسعداء، ولا يحرم من هذا العلم في هذه الحياة إلا الأشقياء. قال عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم والذين أوتوا العلم درجات. سبحان الله، العلم النافع يرفعك أخي في الله ويرفعك أختي في الله، يرفعك في الدنيا وفي الآخرة، وليس في الآخرة فقط، نعم في الدنيا وفي الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. سبحان الله. وقال عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضلي، يتحدث عن نفسه صلى الله عليه وسلم، على أدناكم. انظر كيف مكانة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف مكانة أقل واحد من أبناء الأمة، انظر إلى الفارق الشاسع والبون العظيم بينهما. هكذا فضل العالم على العابد يا عباد الله، مع أنه عابد لكنه يتعبد الله عز وجل. نعم يصلي ويصوم لكن ليس عنده علم، فربما يصلي عن جهل، وربما يتصرف تصرفا غير شرعي ويظن أنه يتعبد ربه بهذا لأنه جاهل لم يتعلم. قال عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما أو متعلما، عالما أو متعلما. ولذلك كان أعظم ميراث تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته بعد موته العلم، ليس المال. فرسولنا لم يورث مالا ولا درهما ولا دينارا، وإنما العلم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه خرج إلى الناس في السوق يوما فقال أنتم ها هنا تبيعون وتشترون وميراث نبيكم يقسم في المسجد. فراح الناس إلى بعضهم راح إلى المسجد ينظر يعني، فوجد حلق العلم والقرآن، أبو بكر يعلم الناس وعمر وعلي وكل يفقه الناس ويتعلم. فعاد من عاد منهم إلى السوق فلقيهم أبو هريرة قال لماذا عدتم؟ قالوا قلت ميراث النبي يوزع في المسجد ويقسم، فلم نرى إلا حلقات العلم والقرآن والذكر. سبحان الله.
قال: يا قوم هذا هو ميراث نبيكم، فإني سمعته عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم: إني لم أورث ميراثا، إني لم أورث دينارا ولا درهما، إن معشر الأنبياء لم نورث دينارا ولا درهما، وإنما ورثنا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. نعم، بحظ وافر. عبد الرحمن بن الأوقص عليه رحمة الله كان يعني سبحان الله هو طفل صغير، فكان خلقته ربنا عز وجل خلقه رأسه في كتفيه، رقبته صغيرة جدا لا تكاد ترى، وكان بعض الأطفال الذين في عمره يستهزئون به ويسخرون منه ويعني يضيقون يعني سبحان الله، ويعود إلى البيت باكيا بين يدي أمه، حتى جاء عليه يوم يقول لأمه: أنا سأظل في البيت هنا حبيس البيت، لن أخرج إلى المسجد ولا إلى الشارع مرة أخرى. فراحت الأم الحكيمة تقول: يا ولدي يا ولدي، إياك إياك أن تكون المسخورة منك في قومك، المستهزأ بك بين الناس، ارفع رأسك وانهض بنفسك ولا تيأس هذا اليأس. قالت: يا ولدي عليك بالقرآن والعلم، فإنه يرفع الخسيسة ويجبر النقيصة. فراح يتعلم ويتفقه سبحان الله. أتدرون ماذا حصل؟ محمد بن عبد الرحمن بن الأوقص وهو عنده 20 سنة عين قاضي على مكة، وهذه الوظيفة في ذلك الوقت كانت وظيفة مش سهلة، يعني لا ينالها كل أحد، يعني سبحان الله، قاضي على مكة. وكان الخصم إذا جلسوا بين يديه ارتعدوا من هيبته، وهم الذين كانوا بالأمس القريب يستهزئون به ويسخرون منه. هذه الأمة، وهذا والعلم، العلم بحر لا ساحل له ولا يعرف الكلمة الأخيرة أبدا. الإمام أحمد رحمه الله على كبر سنه كان يرى وهو يحمل الأوراق والمدواة والأحبار ويتنقل من مكان إلى مكان، فيقال: يا إمام هذا على كبر سنك؟ فيقول قولته المشهورة: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هكذا أخبر سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. فالعلم، العلم يا عباد الله، العلم ميراث الأنبياء، والمال ميراث الأغنياء. العلم يحرس صاحبه، والمال صاحبه يحرسه. العلم لذته حقيقية، والمال لذته وهمية. العلم ينمو بالإنفاق، كلما أنفقت عليه كلما ازددت علما، وقل رب زدني علما، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. والمال تذهبه النفقات. العلماء تبقى ذكرهم ومآثرهم، والأغنياء بموت أحدهم يعني يذهب ذكرهم والعياذ بالله، إلا من رحم الله منهم، إلا من أنفق ماله في سبيل الله. فالعلم العلم، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم وعلى أبنائنا وبناتنا بالعلم النافع الذي ينفع الله به البلاد والعباد، والذي يهدينا الله تعالى به إلى سواء السبيل، اللهم أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وإلى حلقة أخرى وقصة متجددة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.